السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا نهار أبيض، إيه ده؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا حول ولا قوة إلا بالله. إيه يا عم ده؟ هتدخلوا رمضان إزاي يا رجالة؟ المفاجأة الأولى التي نبدأ بها درس الليلة بإذن الله سبحانه وتعالى بعد حمد الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن رمضان لسه عليه 70 يوم يا إخواني. أبشروا يا رجالة، أنا مش قادر أتخيل والله يا جماعة. مين اللي معانا من أول الدرس ده ما بدأ؟ أنتوا عارفين إحنا بادئين الدرس ده من إمتى؟ من بعد رمضان اللي فات. أنا والله ما قادر أتخيل. يعني إحنا أنا حاسس إن إحنا مثلا بقالنا شهرين بادئين الدرس ده، بقالنا مثلا كذا أسبوع بادئين الدرس ده، من بعد رمضان اللي فات. وعدى علينا هنا موسم 10 ذي الحجة، اللي كانوا معانا في الموسم ده فضل ومنة الله سبحانه وتعالى، كان موسم يعني مليان فضل ومنة الله، فتح من الله، اللهم لك الحمد. وبعد كده يعني اخواني في الله، رمضان لسه عليه 70 يوم، الاربع اللي بعد الجاي واحد رجب، الاربع اللي بعد الجاي واحد رجب. وكما قال من قال من السلف، رجب شهر البذر، وشعبان شهر السقيا، ورمضان شهر الحصاد. يعني اللي احنا هنزرعه الوقت هو اللي احنا هنجنيه في رمضان. عشان كده الواحد وبيعلن هذه المفاجأة امام نفسه وهو مصدوم بصراحة. هندخل رمضان بيه يا جماعة؟ هندخل رمضان علاقتنا بالكتاب ده ايه عشان ندخل بيه رمضان؟ رمضان شهر انقاذ الامة، بالذات رمضان جاي السنة دي في ظروف في البلد لا يعلمها الا الله، اقتصادية وسياسية واجتماعية ومادية ونفسية. رمضان ده طوق نجاة نازل لنا كلنا، انقاذ السنة دي. يا ترى هنعمل ايه؟ هنستعدله صح؟ هنرمي اساس صح في رجب وشعبان عشان نقدر نعلي في رمضان باذن الله سبحانه وتعالى. عشان كده اخواني في الله، يعني عايزين نتكلم النهاردة ونبدأ كده، لان احنا هنبدأ باذن الله سبحانه وتعالى، هنبدأ نستعد لرمضان من اول الجمعة الجاية، بل من اول الجمعة دي باذن الله نعد نفسنا فعلا في البداية. ولكن الجمعة دي احنا هنتكلم عن يعني علو الهمة، عن علو الهمة في الطريق الى الله، عن علو الهمة في غض السير الى الله. ومش هنلاقي نماذج تعلى همتنا بها اعلى من اصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. ولكن بعض جوانب مش حياة اصحاب النبي عليه الصلاة والسلام في كل شيء. عايزين يا اخواني في الله نتشحن الجمعة الجاية بإذن الله ربنا. احيانا هنبدأ نتكلم عن رجب وشعبان، واحد رجب الاربعاء اللي بعد القادم، يعني خلاص ايام، يعني ما عادش غير 10 جمعة على رمضان بإذن الله سبحانه وتعالى، ما عادش غير 10 جمعة على رمضان. يعني احنا بنتعامل في وقت في غاية الحرج. اللي هيستعد السبعين يوم دول، اللي هيسترجل السبعين يوم دول، هو ده بإذن الله اللي هيبقى فائز في رمضان. ولكن اللي هينام، اللي مش هيسترجل في علاقته بالقرآن، اللي مش هياخد السبعين يوم اللي جايين دول مسألة حياة أو موت في العلاقة بالمصحف وتجديد الإيمان وقوة العبادات، للأسف الشديد يعني غالبا هيخرج من رمضان زي كل سنة. يعني عادي جدا، يعني ما تتخدعش ان رمضان بتبقى العبادة فيه سهلة وان الصلاة بتبقى ليل نهار، لان رمضان بيئة ايمان طبيعية اصلا، كل الاعمال فيه جماعية والناس مالية الجوامع وفي تيسير رباني للعبادات. انما كله بعد رمضان بيرجع زي قبل رمضان، الا اللي رمضان غيره. واللي رمضان هيغيره هو اللي رامي اساس قبل رمضان في علاقته بالقرآن وفي علاقته بالعبادة. اخواني واحبابي في الله، عايزين نتكلم عن اصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، عايزين نتكلم عن علو الهمة. استرجل استرجل زي اصحاب محمد. بقالك قد ايه معانا؟ بقالنا قد ايه مع بعض؟ بقالك قد ايه في الالتزام؟ بقالك قد ايه في الطريق؟ بقالك قد ايه وصلت لايه؟ تدبرت في بدايات اصحاب النبي عليه الصلاة والسلام؟ تدبرت في انطلاقات اصحاب النبي عليه الصلاة والسلام؟ لقيت ان في 4 انواع من البطولات. عايزين همتنا تتشحن الليلة باذن الله ب4 انواع من البطولات عند اصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. والشحن ده كله نخرجه في علاقتنا بالقرآن. النوع الاول من بطولات اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وده نوع رهيب يا جماعة، ده نوع رهيب بصراحة، يعني نوع يرتجف ليه القلب، نوع كلنا محتاجين نسمعه، لان هنبكي دم لو فهمناه مش لو سمعناه. مش قضية تسمعه، لو فهمت، لو قلبك فهم المعنى اللي فيه، لو قلبك فهم اللي كان في قلوبهم عشان يقدروا يعملوه. النوع الاول من البطولات بطولة البدايات. بطولة البدايات، ازاي كانوا بيدخلوا الدين؟ الكلام ده انا بقوله لكل واحد بيدخل الالتزام، ولكل واحد دخل الالتزام ولحد دلوقتي رجل بره ورجل جوه، ولكل واحد فاكر ان بقاله سنين وللاسف الشديد لسه مستواه يعني في الاول خالص. بطولة البدايات،
النوع التاني من البطولة بطولة الاستمرار. ما ممكن واحد يدخل طلقة وبعد كده ما تشوفوش. ياما يعني انا فاكر كان معنا في 10 ذي الحجة اللي فاتت اخوة طلق اخوة فرسان راحوا فين؟ والله يا اخواني وانا بصلي السنة دلوقتي الخاطر ده جه في دماغي، الناس دي راحت فين؟ هو الناس اللي كانت مولعة الدنيا دي راحت فين؟ قلت يقينا 1000 حاجة مستنية كل واحد منهم بره. اتخطفت الدنيا، خطفتهم مننا، اتخطفوا يا اخوانا، اتخطفوا زي ما احنا ياما اتخطفنا يا جماعة. ازاي ما نتخطفش؟ ازاي نخرج ونرجع من غير ما نتخطف؟ بطولة الاستمرار والانطلاقات. النوع الثالث من البطولات، وده بطولة عظيمة قوي وكلنا هنتعرض ليها، بطولة اللحظات الفاصلة في الحياة، بطولة الاختبارات الفاصلة في الحياة. يعني ايه؟ يعني كل واحد مننا هيتعرض لاختبارات فاصلة في حياته. انت طول ما انت ماشي بتختبر متبرجة، بتختبري في معصية تعرض عليكي، بتختبر كل ده اختبارات ماشي، انما في اختبارات فاصلة في الحياة. يا ترى ايه هي؟ والصحابة لما تعرضوا ليها عملوا ايه؟ والنوع الرابع من البطولات، النوع المذهل بقى، الجائزة اللي كان لازم تتوج كل البطولات اللي فاتت، بطولة الخواتيم، بطولة النهايات. سبحان الله، كان يعني درس نساء صغير كده امبارح، سبحان الله العظيم، وانا بتكلم فبدأت اتكلم عن خواتيم الصحابيات، عن موتة الصحابيات. الصحابيات ماتوا على ايه؟ الواحد ذهل يا جماعة من ايه ده؟ هو الناس دي كانت كده فعلا؟ ما هو شيء طبيعي، اللي عاشوا كده لازم هيموتوا ازاي يعني؟ اللي عاشوا الحياة دي. نبدأ وندخل عشان نلحق نتكلم في الموضوع المهم قوي ده، ولكن عايز قلبك يركز جدا جدا يا جماعة. الخطورة في الكلام ده مش في الكلام، الخطورة في الكلام ده في المعاني اللي كانت في قلب الصحابة وهم بيعملوا هذه الأفعال. لو فهمت اللي كان في قلبهم يبقى احنا اتنقلنا نقلة مع أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. البطولة الأولى بطولة البدايات. يعني ايه بطولة البدايات؟ يعني أبو بكر من أول يوم أبو بكر، يعني عمر من أول يوم عمر، يعني إيه برضو؟ يعني 99% من الانتكاس بيحصلوا في فترة بداية الالتزام. يعني إيه برضو؟ يعني بداية التزامك هي اللي بتحدد قوة التزامك طول حياتك. الأخ اللي بيدخل قوي غالبا بيفضل طول حياته قوي، والأخ اللي بيدخل ضعيف غالبا بيدخل طول حياته مذبذب. يعني إيه برضو؟ يعني أبو بكر من أول يوم أبو بكر، يعني من أول مرة سمع عن ربنا أبو بكر، من أول مرة سمع عن الجنة والنار أبو بكر، من أول مرة سمع يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا أبو بكر، من أول مرة سمع وعنت الوجوه للحي القيوم أبو بكر. ما حضرش، محتاجش 1000 درس عشان يتغير، محتاجش 20 رمضان عشان يبدأ يفوق، محتاجش 10 مواسم عبادة عشان يبدأ يستيقظ، محتاجش يسمع 200 شريط، محتاجش يقعد في 50 ورشة، محتاجش 20 مشروع ايماني وليلة ايمانية ويوم تربوي ومعسكر ايماني ورحلة ايمانية، محتاجش كل الكلام ده. من اولها يا اخوانا داخل طلقة ابو بكر الصديق، تخيل من اول يوم 6 من 10 المبشرين بالجنة يسلموا على ايديه، مش 6 يسلموا، 6 من 10 المبشرين. يعني ايه؟ يعني اللي كان بيشوف ابو بكر كان بيبقى بطل، اللي كان بيتصل بابو بكر كان بيبقى بطل، اللي كان بيحتك بابو بكر كان بيبقى بطل. معناه ابو بكر ده كان ايه؟ يعني ايه واحد اللي بيلتزم على ايديه بيبقى بطل؟ معناه ان هو ده نفسه ايه؟ ابو بكر ربنا نزل فيه صورة كاملة في القرآن، صورة الليل. يعني ايه يا اخوانا يلتزم يسلم على ايده 6 من 10 المبشرين بالجنة؟ يعني هو زار كم واحد؟ يقينا زار 20-30 واحد عشان 6 يلتزموا منهم. انا مش هقولك اول يوم في اسلام ابو بكر، انا هقولك اول يوم في التزام ابو بكر. يعني ايه؟ ليه اللفظ ده؟ عشان نسكت الكلام على نفسنا يا جماعة، عشان تسكت الكلام على اول يوم انت في حياتك. الاخ بيدخل بيطلع عينيك، بيطلع روحك. مرثد ما راحش للنبي عليه الصلاة والسلام يقول له يا رسول الله هناق، انا تعبان يا رسول الله، ما عادش يعد النجوم بالليل، ما عادش في صراع اسيبها ولا ما اسيبهاش، انا مش قادر. ما فيش حد كان بيقع في الزنا ولما اسلم يا رسول الله انا مش قادر، انا خايف على نفسي من الانتكاس. عمر ما في قناة كليبات ولا اغاني يا جماعة لقينا فيها برنامج الثبات حتى الممات، وكيف تثبت على طريق المعصية؟ اشمعنى يا اخوانا العصاة ابطال في المعصية والطائعين ما هماش ابطال في الطاعة؟ اصحاب النبي عليه الصلاة والسلام ما فيش واحد قال له يا رسول الله العادة السرية مش عارف اسيبها، انا اسلمت بس العادة السرية تعباني مش قادر. كانوا بيفصلهم، كانوا بيدخلوا بياخدوا قرارات فورية
جابوا الدنيا بالضربة القاضية مع أول خطوة دخلوها لطريق ربنا، جابوا الدنيا لمس كتاف، وجابوا المعاصي اللي كانوا بيعملوها قبل الإسلام لمس كتاف. أنا عايز أقول لك إن أوعى تفتكر إن الصحابة كانت حياتهم يعني قبل الإسلام كانوا بيعملوا كل حاجة، وكان منهم من يشرب الخمر ومن يزني، ده كانوا بيسجدوا بين يدي اللات والعزة، بين أقدام اللات والعزة. أنا عايز أقول لك إزاي اتنقلوا النقلة دي، إزاي دخلوا الدخلة دي، إزاي من أول يوم في الدين بقوا أبطال. أول يوم في التزام سيدنا عمر، أول يوم في التزام سيدنا عمر بن الخطاب قال أنا عايز أعرف مين أعرف أهل مكة زي إسلامي. قال لهم مين أكتر واحد كلمانجي في مكة؟ قالوا له فلان. راح لفلان عند بيته وقال له أنا أسلمت. فلان طلع ما بيتبلش في بقه فولة، ملا مكة كلها بالخبر. عمر بن الخطاب يا إخواننا كان بيضرب في الحرم يوميا، كان كل يوم بيتضرب في الحرم لأنه صمم يدخل رغم المنع الأمني من الصلاة في الحرم المكي، صمم يدخل يصلي كل يوم في الحرم المكي، وكل يوم يتضرب ويضرب. وكان ده السبب ان اهل مكة يقسم والصحابة كلهم قاموا داخلين يصلوا في الحرم المكي بعد اسلام عمر رضي الله عنه. كان اسلامه نصر، عشان كده ابو سفيان وقف بعد غزوة احد وقال افيكم عمر، افيكم عمر؟ انت لو جه الوقت حد من اهل الباطل هيقول افيكم محمود، هيقول افيكم حسام، هيقول افيكم ابراهيم، هيقول افيكم وليد، هيقول افيكم عبد الرحمن، هيقول افيكم محمد، هيقول هينادي اسمك، هيحس ان انت وجودك في الصف معناه ان في عمود فقري في الصف، الصف مش هيقع طول ما هو موجود. اول يوم في التزام خالد بن الوليد حاجة رهيبة يا جماعة. الصحابة راحوا عشان ياخدوا منه الزكاة فمرضاش يدفع لهم زكاة، فراحوا للنبي عليه الصلاة والسلام يا رسول الله خالد بن الوليد مش راضي يدفع زكاة، مش راضي يدفع زكاة، ده لسه يعني واحد لسه داخل في الاسلام وداخل في الطريق ومش راضي يدفع زكاة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اما خالد فانه ناظر اعتده وافراسه في سبيل الله، خلى كل فلوسه واقف للجهاد في سبيل الله، كل امواله خلاها واقف لله اول ما دخل الاسلام، اول ما التزم. ايه يا اخواننا ده من اول يوم رجاله، دي البدايات يا اخواننا. انا عايز اقول لك احنا ليه البدايات بتاعتنا ضعيفه؟ ليه البدايات بتاعتنا مهزوزه؟ ليه معظم الشباب بيدخل الجامعة مرة او مرتين وبعد كده بيخرج تاني؟ ليه يا جماعة ما عندناش القوة؟ ليه الشاب بيلتزم ويقعد 5 سنين في صراع مع المعاصي بتاعت زمان؟ ليه ما فيش اللي بيدخل الدين طلقة زي اصحاب النبي عليه الصلاة والسلام؟ اول يوم في التزام سيدنا حمزة، في اسلام سيدنا حمزة لما رجع من رحلة الصيد قالوا له ان ابا جهل يسب ابن اخيك، بيسب سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، راح لطم ابو جهل بطحه، فتح له دماغه، شج رأسه وقال اتسب محمدا عليه الصلاة والسلام وانا على دينه؟ يا نهار ابيض، ابو جهل يعني ده دخل على مين؟ يعني ابو جهل يعادل مين في الواقع الوقتي؟ يعني يعادل مين مثلا في البلد الوقتي مثلا؟ راح املطمه وبطحه وفتح له دماغه وقال له اتسب محمدا وانا على دينه؟ مش خايف، ده ابطال، ده داخل من اولها كده، دي البداية. امال بعد كده في ايه؟ امال اللي بعد كده ايه اللي هيحصل يا اخوانا يا جماعة؟ عشان كده اللي بيدخل بداية ضعيفة ما بيعرفش يوصل لحاجة، اللي خاف ضاع مع النبي عليه الصلاة والسلام، اللي تزبزب ضاع، اللي قلق اتأخر سنين، اللي حاول يمسك العصاية من النص ضاع. يعني اوعى تفتكر ان مفيش ناس كانت عايزة تدخل مع النبي عليه الصلاة والسلام، اوعى تفتكر ان كل كان في البطولة بتاعت الصحابة بالمنظر ده، انما ليه اللي لان التانيين ما عرفوش يكملوا اصلا، لان التانيين ضاعوا. اللي خاف ضاع زي مين؟ اللي خاف ضاع زي مين؟ اللي تزبزب ضاع زي ابو طالب. ابو طالب تزبزب، النبي يقول له لا اله الا الله، وابو جهل يقول له على ملة عبد المطلب، النبي لا اله الا الله وابو جهل على ملة عبد المطلب، ضاع لانه تزبزب. اللي تزبزب ضاع، اللي قلق ضاع، اللي قلق اتأخر سنين. المثنى بن حارثة الشيباني لما قال لا وقال لا يا رسول الله الفرس لا وما اقدرش اقاتل الفرس، اقاتل العرب ماشي معاك، وهو عارف ان النبي سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام رسول الله، ما اسلمش غير في فتح مكة وبقى من مسلمة الفتح. اللي خاف ضاع زي الاعشى، الاعشى ده شاعر من شعراء العرب الكبار، جه مكة عشان يسلم على ايد النبي عليه الصلاة والسلام، لقطوا المشركين رايح فين؟ رايح لمحمد، ليه؟ اسلم مش همه من حد.
هم عارفين ان هو مش همه وعارفين ان مركزه ده شخصية اعلامية خطيرة جدا في الجزيرة العربية، ما يقدروش يكلموا معاه وما يقدروش يضربوه. الحركات اللي بيعملوها بقى مع الايه مع الغلابة مش هيعرفوا يعملوها مع شخصية اعلامية في جزيرة العرب زي الاعشى، يفضحهم في الجزيرة العربية ويشهر بيهم. قالوا له طب استنى، الا تعلم انه يحرم الخمر؟ يا نهار اسود، خمر؟ حياة من غير خمر؟ وبعد كده قال لهم ماشي مش مشكلة، بيحرم الخمر استحمل وامر الله. قالوا له طب استنى، اما تعلم انه يحرم الزنا؟ لا 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 لا، كله للزنا. فقام قال طب خلاص ارجع هذا العام ولا اقابل محمد واتيه العام الذي بعده. رجع مات، اللي خاف ضاع، اللي تزبزب ضاع، اللي حاول يمسك العصا من النص زي بنو عامر. بنو عامر عرفوا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالوا له ارايت ان اظهرك الله، احنا هنقاتل وراك، ولكن لو ربنا اظهرك ايكون لنا الامر من بعدك؟ يعني بعد ما انت تموت يا محمد ابن عبد الله عليه الصلاه والسلام نمسك احنا الخلافه؟ شايفين بيتكلموا في ايه من اولها؟ شايف داخل باب الجامع وبيفكر في ايه؟ عشان كده دول بيضيعوا، دول بيترموا والعياذ بالله. اللي داخل في الجامع وبيفكر بالطريقة دي، أرأيت إن أظهرك الله ثم إن نصرناك وظهرك الله أيكون لنا الأمر من بعدك؟ النبي عليه الصلاة والسلام رفض، فرفضوا هم كمان والعياذ بالله. اللي خاف، اللي خافت من السخرية ضاعت. أم مصعب بن عمير، أم مصعب بن عمير لما بنادى على الإسلام ما قالتلوش الإسلام وحش، ما قالتلوش أنا رافضة الإسلام، قالت له ويتحدث بي الناس، الناس تاخدني تريقة، الناس تاخدني البنا في بقها، الناس تتريق عليا. يعني ايه يا اخوانا؟ يعني الاعشى كان عايز الدين، ولكن كانت مصيبته انه عايز دين ما يعرضش شهواته. كتير قوي بره الجامع بالموضع ده، هو عايز يلتزم بس مش قادر، ما تخلاش عن شهواتي. يعني يا اخوانا ابو طالب كان عايز دين بس من غير ما يجيب لي مشاكل مع الناس، انا مش عايز حد بقى ايه يقول عليا كلمة وحشة، انا عايز كل الناس تحبني، انا عايز اكسب كل الاطراف، انا مش عايز اضحي بعلاقتي بحد. البنو عامر كانوا عايزين دين بس ما يهزش موقعي، ما يأثرش على مكانتي، ما يأثرش على الموقع بتاع ادخل معاكو بس افضل زي ما انا ليا موقع وكبير. ضاع والعياذ بالله. المثنى بن حارثة الشيباني كان عايز دين ولكن كان عنده خط احمر، لحد هنا خلاص يا رب ما اقدرش ان انا اكمل، لحد الفرس ما ادخلش، كان عنده خطوط حمراء في الالتزام بتاعه. ام مصعب كانت عايزة دين ولكن كانت محدش يتريق عليا، محدش يسخر مني، امشي في الشارع محدش يبصلي بصة وحشة، محدش يقول عليا كلمة وحشة. دول ضاعوا يا اخوانا، ضاعوا. انما اللي دخلوا صح يا جماعة، اللي دخلوا الطريق ده صح اذهلوا كل من حولهم. اول مرة عناق تشوف مرثد، ها مرثد اللي كان هو وعناق مقنتمين مع بعض في الجاهلية، حبيبته، كانوا بيحبوا بعض وكانوا يحبوا بعض جدا، ولكن هاجر مع النبي عليه الصلاة والسلام ورجع عشان يفك واحد من اخوانه الاسرى في مكة بعد الهجرة. قابل عناق، اول مرة تشوف مرثد، اول مرة بعد الهجرة، الصدمة اللي خدتها. هي بتحسبه مرصد بتاع زمان اللي كانت هتنزل دمعتين قلبه هينهار ويتفطر ويقول اعمل ايه؟ بتحسبه مرصد بتاع زمان اللي كان اول ما يسمع صوتها يقول مش قادر خلاص؟ بتحسبه مرصد بتاع زمان اللي كان لو اتقمصت منه ولا خصمته ولا طلبت منه حاجة؟ بتحسبه مرصد بتاع زمان الشاب الفاضي، الشاب الفارغ، الشاب اللي مفيش جواه معاني مالية حياته؟ بتحسبه مرصد بتاع زمان؟ قالت له مرثد هلم فبت عندنا الليلة، يعني خلاص بقى جايبه له الموضوع من الاخر. بتحسبه مرثد بتاع زمان اللي كان ما يقدرش يواجه شهواته، اللي كان ما يقدرش يواجه رغباته، فجأت بمارد قدامها بيقول لها يا عناق ان رسول الله قد حرم الزنا. مواجهة فورية للمعاصي، مواجهة فورية. ذهلت ذهول عناق من اول مرة قابلت فيها مرثد بعد الهجرة، ذهول ام مصعب بن عمير من اول مرة شافت ابنها بعد اسلامه، اول يوم في التزام مصعب وهو داخل وامه عرفت انه اسلم، طب اعمل معاه ايه؟ انا كنت بحط له طبق الحلويات جنب راسه عشان يصحى من النوم ياكل حلويات ويحل بقه اول حاجة، انا كنت بجيب له افخم لبس وافخم عطور، ابني وضنايا يضاع مني ازاي؟ قالت والله لا اكل ولا اشرب حتى تعود عن دين محمد.
عليه الصلاة والسلام فاكره مصعب بتاع امبارح اللي كانت نظرة من عينين امه في اي امر سواء حق او باطل قلبه يلين، فاكره مصعب بتاع امبارح الشاب بتاع الجاز والراب والميتال والروك فاكره مصعب بتاع امبارح الشاب الروش طحن اللي لازم الجزمة تبقى ماركة والبنطلون يبقى ماركة والتيشيرت يبقى لون الشراب وشعره يبقى مش اي تسريحة، فاكره مصعب بتاع امبارح اللي ما كانش يعرف يخرج لو الجل بتاعه خلص ومش اي جل ومش اي برفان، فاكره مصعب بتاع امبارح اللي ما كانش يعرف يمشي في الشارع الا لما يخلص ربع ازازة البرفان عشان لما يسيب الشارع بعدها بربع ساعة يتعرف ان مصعب كان معدي من هنا، فاكره مصعب بتاع امبارح انا مش هاكل ولا اشرب لقت قدامها اسد بيقول لها والله يا امي لو ان لك 100 نفس خرجت نفسا بعد نفس على ان اترك هذا الدين ما تركته، يا نهار ابيض ده انت لو ليكي 100 نفس لو طلعت روح البني ادم 100 مرة انا مش هسيب الطريق ده، يأست كلت وشربت يأست، فاكره مصعب ذهول ذهول يا اخوانا ذهول ام مصعب لما شافت مصعب، ذهول مرات معاذ سعد بن معاذ اول مرة اول يوم في التزامه اول يوم في التزامه رجع بني ادم تاني، انت من اول ما دخلت الجامع بقيت بني ادم تاني، انت من اول ما مشيت في الطريق اديت ضرب قضية للمعاصي في حياتك، انت من اول ما دخلت اديت لمس اكتاف لحب الدنيا في قلبك، انت من اول ما مشيت في الطريق اهدافك اتغيرت اهتماماتك اتغيرت بقيت انسان تاني، سيدنا سعد بن معاذ اول يوم في التزامه رجع من القعده مع مصعب بن عمير، مصعب بن عمير دعا للاسلام اسلم اسلم على ايد مين؟ مصعب، صحابه كانوا ابطال عشان كده اللي كان بيلتزم على ايدهم ابطال، اقول لكم حاجه وما تزعلوش انا قلتها لنفسي النهاردة عشان بس يعني ايه يعني ما تبقاش تظن ان انا بقول لك حاجة انا ما بقولهاش لنفسي، انتوا عارفين الملتزمين الجداد ضعاف ليه؟ عشان اللي قاعدين في الجامع اللي زي حضرتي وحضراتكم ضعاف، الصحابة لما كانوا رجالة كان اللي بيدخل يلاقيهم اسود فجأة بيطلع له زئير فجأة بيبقى اسد، سعد بن معاذ اول يوم يا رب ده مصعب ما كلموش عن تاريخه في مكة، ده سعد بن معاذ لسه مش عارف عن مصعب غير الكلمتين اللي قالهم له، ولكن ارى في عينين مصعب الصمود ارى في قسمات وش مصعب الرجولة والبطولة، رجع لمراته بتسلم عليه وبتجري على جوزها لا ابتعدي انت علي حرام، انا عليك حرام ليه؟ قال لها انت علي حرام لقد اتبعت الاسلام وانت علي حرام ان لم تسلمي، يعني ايه هي اتجعزت قالت له خلاص كيف ادخل في الاسلام خلاص دخلت في الاسلام، خرج لقومه رايحين بقى لسيدهم يسلموا عليه قال لهم انتم علي حرام، انتم علي حرام ليه؟ ده انت راجل ماسك كرسي طب استنى طب سايس مفيش عن سعد بن معاذ عاش 6 سنين ومات اهتز لعرش الرحمن، يا جماعه انت بقالك كم سنه؟ كم واحد ملتزم بقاله 20 سنة مش 6 سنين ولكن دخل الدين صح، انتم علي حرام لقد اتبعت دين محمد فان لم تسلموا فانتم علي حرام، لا عايز كرسي ولا عايز ابقى كبير فيك ولا عايز اي حاجة، فاسلم قومه سيدنا سعد بن معاذ راح يعتمر في مكة وهو مؤوي رسول الله صلى الله عليه وسلم، انتوا عارفين يا جماعة زي ايه كده؟ انتوا عارفين اللي عمله سعد بن معاذ انه يروح عمره في مكة بعد ما عرف ان النبي وهيهاجر ليه والصحابة هاجروا ليه؟ انتوا عارفين ده عامله زي ايه بالظبط؟ عارفين مثلا يعني يعني مثلا ايه رئيس افغانستان مثلا اوى اخطر شخصية جهادية او اوى كل المجاهدين اللي امريكا عرضة 100 مليون دولار لكل واحد يتدلى عليه فيهم ويقوم حاجز تذكرة ونازل امريكا عشان مثلا يزور واحد من العلماء هناك، يا عم هيقتلوك ده انت عامل فيهم عاملة دبحاهم ده انت مولع قلبهم باللي انت عملته انت ما انتش عارف انت عملت فيهم ايه ورايح يعتمر، ابو جهل يوقف وهو بيطوف يقول له لنمنعنكم الطواف حول البيت، قال له والله لان منعتمونا الطواف حول البيت لنمنعنكم ما هو اشد منه عليكم لنمنعنكم طريق تجارتكم الى الشام، انت ناس ان احنا في الشمال بينكم وبين الشام مش هنخلي قافلة من مكة تعدي، ايه ده بيكلم مين وبيكلمه ازاي وجاوي القوة دي منين ودي القوة دي قوة مصعب في مكة انما جابها منين عرف منين يا اخوانا، هو اسلم على ايد مصعب، مصعب راجل طلع راجل
من غير ما مصعب يكلمه عن الرجولة اللي عملها مصعب في مكة، عرف من نبرة كلام مصعب انه راجل. لقط اتعادى الرجولة من نبرة كلام مصعب ونظرات عينين مصعب والنور اللي خارج من كلام مصعب بن عمير رضي الله عنه. دي البدايات اخواني، دي البدايات بتاعتهم. وبدايات الصحابة كثيرة، ولكن من الحاجات اللي تذهل برضو بجانب بطولة مش هضعف، لا يمكن ان انا هضعف ولا هتهز ولا حاجة هتهزني ولا حاجة هترجعني ورا تاني. تعامل فوري مع المعصية وانطلاق. من ضمن البطولات بطولة الاستمرار. يعني ايه بطولة الاستمرار بقى؟ يعني ايه بطولة الاستمرار؟ هي ديت المشكلة يا اخوانا. والله كنت لسه مع يعني اخ من الاخوة، كان زمان يعني هو واخوه، فكان اخوه يعني نايم شوية، وكان الاخ ده ناري ما شاء الله لا قوة الا بالله. فمرت الايام، الاخ اللي ناري ده نام، واخوه بقى ما شاء الله لا قوة الا بالله منطلق. فواقف مع الاثنين، اقول له يا ابني ده انت كنت انت اللي زمان، انت اللي الواحد يعني متعجب من النشاط بتاعك. هو اخواننا مفيش حد بيعرف يكمل ليه؟ هو مفيش حد بيواصل ليه؟ مفيش حد فاهم يعني ايه مش هقف اللي الصحابة رسخوها في الدنيا ازاي؟ ابو بكر الصديق اول ما اسلم لقى اخوانه بيتعذبوا، طلع كل ماله عشان يعتق العبيد، عشان يعتق المسلمين العبيد اللي بيتعذبوا زي سيدنا بلال وزي سيدنا افلح، عشان يعتق العبيد اللي بيتعذبوا. ونزل فيه سورة الاعلى جزاء له على ما فعل. سيدنا ابو بكر الصديق بعد 10 سنين جت الهجرة، طلع كل ماله تاني عشان النبي عليه الصلاة والسلام يهاجر. سيدنا ابو بكر بعد 19 سنة جت غزوة تبوك واحتاج الجيش للنصرة والمدد المادي، طلع كل ماله تالت عشان الجهاد في سبيل الله. طبعا حركة زي دي احنا ممكن نقولها، عاد ابو بكر طلع ماله 3 مرات. حبيب قلب الكلام ده ما يعديش اخوانا، الكلام ده كلام خطير جدا. الكلام ده يعني ايه نفس اللياقة الايمانية في اول التزامه زي في وسط التزامه زي في اخر حياته؟ يعني ايه انسان بطل لا ينزل؟ يعني ايه انسان مستواه الديني ما بينزلش؟ يعني ايه انسان قادر انه يعمل التضحية المهولة دي والبطولة الدعوية دي في اول وفي وسط وفي اخر عمره؟ يعني ايه يا اخوانا؟ يا جماعة فما وهنوا لما اصابهم مش هقف، مهما حصل مش هقف، مش ممكن اقف زي سيدنا سلمان الفارسي رضي الله عنه. ابوه يروح يدور على الدين غير دين المجوسية، يكتشف النصرانية، يقول لابوه انا هتبع النصرانية، ابوه يأيده ويكلبشه، مش هقف لا يمكن هقف. يبدأ يسترشد في قافلة طالعة للشام ولا لا، ويوم ما يعرف ان في قافلة يكسر الاغلال بتاعته ويهرب من ابوه، مش هقف. يروح يشتغل خدام لقص من القساوسة، مش هقف حتى لو اشتغلت خدام. يروح يكتشف ان القص ده نصاب ويكمل معاه، مش هقف. ما انا هروح فين؟ ما انا ما عنديش مكان تاني اروحه. واحد نصاب بس بيقول كلام الدين وبيفيدني بكلام الدين، وان كان هو ما بيطبقش الكلام ده احسن من ان ما يبقاش فيه كلام دين اصلا، مش هقف. يموت يروح دولة تانية القص تاني، مش هقف. يتأثر ويبقى اسير وعبد عند اليهود في المدينة المنورة، مش هقف. تعدى عليه سنين، مش هقف. يعني ايه ان انا لن اتوقف؟ يقول لك ايه هو النجاح؟ يقول لك النجاح هو القدرة على التنقل من فشل الى فشل دون ان تفقد حماسك. انا مش هقف، انا مش هبطل، انا مش هتوقف. عشان كده وانت بتحفظ القرآن مش هقف. ايام انت عارف في دموع قد ايه نزفت من العيون والقلوب عشان اللي ختموا المصحف يختموه، عشان اللي حفظ القرآن يحفظوه. انت عارف في ناس صدورها دي توسلت بالله ورأسها اتمرغت في التراب قد ايه عشان ياخدوا جايزة خيركم من تعلم القرآن وعلمه؟ مش هقف، مفيش حاجة توقفني. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كان الإيمان في الثريا لبلغه رجال. لو كان الإيمان في الثريا إزاي؟ لو هيحصل في طريقه 1,000,000 معوق مش هيقف، هيتصرف، هيطلع على 1,000 مرحلة ولكن لن يتوقف. يا اخواننا حتى مع الانبياء، سيدنا ابراهيم ربنا يقول وكذلك نوري ابراهيم ملكوت السماوات والارض وليكون من الموقنين. خلاص عايز ايه؟
يقف في وش قومه ويقول لهم اي الفريقين احق بالامن. خلاص اليقين وصل عندك لدرجة مهولة. عايز ايه؟ يقول رب ارني كيف تحيي الموتى. هلا اولم تؤمن؟ بلى ولكن ليطمئن قلبي. يطمئن قلبك ايه؟ ده انت وقفت في وش النمرود وما خفتش، ده انت اترميت في النار وما خفتش، ده انت حطمت الاوثان وما خفتش، ده انت آية من آيات ربنا في اطمئنان القلب بالله وفي اليقين. سيدنا ابراهيم مش هقف. الشعار بتاع مدارج السالكين للامام ابن القيم: اذا ركنت الى ما نلت فما نلت. لو انت وصلت المقام ووقفت عنده انت ما خدتش. اذا ركنت الى ما نلت فما نلت، ما نلتش. سيدنا موسى عليه السلام يعني ربي ارني انظر اليك. عايز ايه يا موسى؟ ربنا كلمك مش هقف، انا على طول عايز الاعلى، انا على طول عايز المقام الاعلى. النبي عليه الصلاه والسلام في رحله المعراج يعدي يلاقيه بيصلي في قبره، في رحله الاسراء يلاقيه بيصلي في قبره حتى وهو ميت، حتى في حياه البرزخ مش هقف. يوم القيامه النبي عليه الصلاه والسلام يبعث فيجد موسى باطش بقائمه من قوائم العرش، مش هقف حتى يوم القيامه، حتى في القبر، حتى في الدنيا. يا اخوانا الاستمرار يا جماعه، الاستمرار انك انت يبقى عندك عزيمه مش هقف، لن اتوقف ابدا. الاستمرار انك انت منطلق بدايتك قويه ومنطلق بعد كده مدى الحياه، ومعاهد ربنا ان ده جهد عمر، ان التزامك وانطلاقك الى الله ده جهد عمر. انما مش اللي يحفظ ويقف ويخلص له جزئين ويقف وفي ربع الختمه يقف ويقوم ليلتين ويقف ويقعد جلستين ضحى ويقف ويحضر درسين ويقف وتعلى همته اسبوعين ويقف ويشتغل في الدعوة شهرين ويقف ويطلب علم كتيبين ويقف. وبعدين يا اخوانا الانطلاق يا اخوانا مش هقف. من بطولات الصحابة العظيمة جدا بطولة اللحظات او الاختبارات الفاصلة في الحياة. يعني ايه الاختبارات الفاصلة في الحياة؟ يعني زي سيدة نسيبة بنت كعب كده، ام عمارة، وهي داخلة في غزوة احد فجأة هي داخلة تسقي مية، هي ملاش دعوة اصلا ان هي تقاتل او ان داخلة تسقي مية، فجأة تلاقي ظهر النبي عليه الصلاة والسلام مكشوف. ظهر النبي مكشوف ده يا جماعة معناه ايه؟ معناه ايه ظهر النبي عليه الصلاة والسلام مكشوف؟ يعني النبي ممكن يتقتل بسهولة في غزوة احد الا ان يعصمه الله سبحانه وتعالى من هذا الامر. انها تمسك سيف وتقف في ظهر النبي ده معناه ايه؟ معناه ايه؟ 99% ده مليار في المية مقتولة، ده هتتذبح الوقت ده، هتتقطع حتت. اختبار اللحظات الفاصلة، الاختبارات دي كلكم هتتعرضوا ليها، كلنا هنتعرض ليها. اختبار ان دينك ممكن يبقى تمن روحك، اختبار اليقين الراسخ. كلنا قاعدين نتكلم دلوقتي ممكن تختبر بفتنة، بنت تتصل بيك وتقول لك انا بحبك مثلا، يعني اختبار، بس مش اختبار مصيري عادي. ممكن تتعرض لاختبار وظيفة مال حرام، اختبار، بس واخوة كتير وقعوا في الاختبار ده، انما برضو مش مصيري. ممكن تتعرضي لان زوجك مثلا عايزك تبعدي عن الالتزام او خطيبك عايزك تخلقها النقاب، اختبار. بس يا جماعة في حاجة اسمها الاختبارات المصيرية في الحياة. يعني ايه الاختبارات المصيرية في الحياة؟ زي ام سليم كده، اول يوم تسلم فيه جوزها يعلن كفره ويقرر انه هيهج من المدينة المنورة ومش هيقعد في بلد فيها محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام. يعني ايه الكلام ده؟ يعني اتحطت في اختبار ما بين مشاعرها وما بين دينها، اتحطت في اختبار ما بين مشاعرها وما بين دينها. ده جوزها يا اخوانا، الست اللي جوزها بيسيبها تقول لك انا عمري ضاع خلاص، انا حياتي ضاعت خلاص. يعني الست بتنهار لما جوزها بيموت اكتر من لما ابنها بيموت. ليه؟ لان زوجها بالنسبه لها ده حياتها واستقرارها ومصدر دخلها ومصدر الحنان في حياتها واللي هيأنسها في كبارها. يعني الست بالنسبه لها جوزها ده حاجه مهوله. ام سليم جوزها يهاجر من المدينه يهرب من النبي عليه الصلاه والسلام وهي تفضل قاعده وتصمم انها تكمل مع النبي عليه الصلاه والسلام. ما احبطتش بقى، ما قعدتش بقى ايه محطمه نفسيا، ما قعدتش تقول انا شبابي ضاع، يا ريتني كنت اتجوزت حد، يا ريتني، طب اروح ادعو للاسلام ما يمكن يرجع معايا تاني من الشام اللي هرب ليها. من الاختبارات المصيريه في الحياه لما مرصد ابي العناق
في مكة. كان ممكن يا جماعة بعد ما مرصد رجع المدينة واستأذن النبي انه يتجوز عناق والنبي رفض، كان ممكن مرصد يجيله اكتئاب نفسي او ياخد ادوية نفسية زي شباب كتير قوي فشل في علاقة الحب اللي ارتبط بيها، او البنت اللي بيحبها اتجوزت واحد تاني، او لأي سبب ما وفقش عليه اهلها يجيله اكتئاب نفسي. كان ممكن مرصد يا جماعة يقعد يغني خصمة الشوارع ويقعد يعيش بقى. كان ممكن مرصد يا جماعة يضرب عن الزواج طول حياته زي ما كتير شباب بيحبوا ومرضاش يتجوز بعد اللي متعلق بيها ما عرفش يتجوزها. كان ممكن مرصد يدخل في كتاب نفسي، كان ممكن يتحطم، كان ممكن يحبط. انما يا اخوانا ازاي ان انت يبقى فعلا مشاعرك تجاه ربنا اعلى من اي حاجة في حياتك؟ الاختبارات المصيرية في الحياة، الصحابة لما كانوا بيلاقوا ان الدين واقف قدامه حاجز كان لا يمكن يسمحوا ان في حاجة تقف قدام انتشار الدين. الموقف ده حصل مرتين. حصل مرة مع البراء ابن مالك في حديقة الموت في قتال مسيلمة الكذاب، وحصل مرة مع سعد بن ابي وقاص في فتح مصر لما اتقفل باب الحصن بتاع مسيلمة في حديقة الموت. ولان الاسلام مش عارف يدخل، الدين وقف هنا. الدين وقف ليه؟ لان الباب ده بين الدين وبين الناس اللي جوه. براء بن مالك ما قدرش يسكت، قال لهم احملوني وقذفوني نقذفك دفين. ده في 40,000 واحد جوه، انت بتتكلم 40,000 واحد جوه، 40,000 واحد مشرك مرتد بيقاتل مع مسيلمة الكذاب، نقذفك فين؟ اقذفوني جوه. الباب ده هو اللي بين الدين، هو اللي بين الاسلام وبين المكان اللي جوه ده. انا جسدي وروحي فداء ان الاسلام ما يقفش قدامه عائق. اسمها اختبار اللحظات او الاختبارات الفاصلة في حياة الانسان، انك تتعرض لاختبار ان الدين بقى تمن روحك. ممكن معظم دول ما ماتوش، يعني معظم لا نسامة بن كعب اتقتلت، ولما سليم خسرت اتجوزت اللي احسن من جوزها المشرك، ولا البراء بن مالك اتقتل، ولا سعد بن ابي وقاص مات. ولكن يا جماعة هو فعلا اثبت عمليا لما جت الاختبارات الفاصلة ان دينه اغلى من روحه من اي حاجة في حياته. سعد بن ابي وقاص لما اتقفل الحصن في فتح مصر عمل نفس موقف البراء بن مالك، اقذفوني. طب المرة دي مش مسيلمة الكذاب يا ابن ابي وقاص، ده المرة دي الروم، ده المرة دي انت بتقاتل الرومي. يعني احنا مش بنهزر دلوقتي بقى، يعني احنا مثلا مش رايحين نحارب في وسط افريقيا، ده انت بتحارب امريكا. يعني الموضوع ما هواش كده اقذفوني اقذفوني. وفتح لهم الحصن وربنا مكن على ايديه. اللي بيعمل البطولات دي دايما ربنا بيجيب على ايديه فتح كبير قوي. ليه؟ ربنا يعني كرم ربنا سبحانه وتعالى. اختبار اللحظات الفاصلة في حياة الصحابة او في حياة الانسان، الاختبارات الفاصلة زي مين يا اخوانا؟ يعني زي سلمة بن الاكوع كده رضي الله عنه، قاعد مع النبي عليه الصلاة والسلام فيما يروى عن يعني اصحاب النبي عليه الصلاة والسلام وهم في معسكر جهادي، وجي واحد مشرك واتصنط عليهم، اتكشف ركب الجواد بتاعه طار. النبي عليه الصلاة والسلام يروى انه قال: من يأتيني به وله الجنة. مين اللي يجيب المشرك ده وله الجنة؟ موضوع خطير يا جماعة. سيدنا سلمة طلع يجري، صحابي ركب جواد وطلع يجري ورا المشرك، وصحابي ركب جمل وطلع يجري، وسلمة من الاكوع ما كانش معاه لا فرس ولا جمل ولا معاه حاجة راكب، كان ماشي في المعركة دي، طلع يجري على رجليه رضي الله عنه. القضية العبرة هنا ايه؟ العبرة هنا ان المشرك طبعا بيجري بيدوس سنانه ده هيتقتل، فاللي راكب الجمل شوية ويقس هو فين والمشرك فين فرجع خلاص رجع شوية، اللي راكب الفرس هو كمان يئس ورجع. سلمة بن الاكوع بيجري هو مش شايف قدامه المشرك ده راح فين اصلا، وسلمة بن الاكوع نفسه هيتقطع، سلمة بن الاكوع هيموت خلاص نفسه هيتقطع، ومع ذلك مش هقف هتموت، اموت وانا بجري ورا الجنة، اخدها زي بالظبط اللي نالها، اموت وانا بجري ورا الجنة مش هقف. سلمة بن الاكوع ها ويقول انها الجنة يا سلمة، انها الجنة. كلمة الجنة دي كانت بترن في قلب سلمة ابن الاكوع، انها الجنة يا سلمة، لحد ما لحق بالمشرك وطوقه وقال له تعالى يا جنتي تعالى يا جنتي. مش هقف يا اخوانا. اختبار اللحظات الفاصلة في عمر الانسان، اختبار اللحظات الاختبارات الفاصلة في حياة اصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. كلكم كلنا هنتعرض للاختبار ده. انا خايف من اللحظة دي ولكن انا عارف انها جاية،
انا عارف انها تيجي في حياتي وفي حياتك وفي حياتك وفي حياتنا كلنا. لما هتمتحن بقى انت النهاردة بتمتحن دينك اغلى ولا شهوتك؟ طب دينك اغلى ولا فلوسك؟ في لحظات هتيجي دينك اغلى ولا روحك؟ دينك مصدق بجد؟ اللي هينجح في اللحظات ده هيبقى من ابطال التاريخ بتوع الاسلام. اللي هينجح البطولة اللي بعد كده العشاء. طب دقيقتين. البطولة اللي بعد كده خواتيم بعد التتويج بقى للبطولة بتاعت البدايات. البطولة بتاعت الانطلاقات والاستمرار. البطولة بتاعت اللحظات الفاصلة. بطولة الخواتيم. كان شيء طبيعي ان سيدنا سعد بن معاذ يموت الموتة اللي ماتها دي. ان هو يموت وهو بيدعي ربنا ان لو ما عادش حرب مع المشركين خدني يا رب. اقبضني يا رب انا مش عايز الدنيا. كان شيء طبيعي ان معاذ بن جبل يموت وبيقبل الطاعون في ايديه ويكلم الموت يبعت رسالة حب للموت يقول له اخنق خنقك فوالله انه احبك لاني مش هشوف ربنا وحبيبي ومولاي الا لما اموت. كان شيء طبيعي ان مصعب بن عمير يتقطع حتت في اخر لحظة من حياته في بطولة نادرة عبر التاريخ عشان يدافع عن النبي عليه الصلاة والسلام. كان شيء طبيعي ان ابو ايوب الانصاري وهو في السفينة في فتح بلاد الترك وعنده 92 سنة يقول لهم ان انا مت فلا تدفنوني حتى تصلوا الى ارض الجهاد. في القانون البحري اللي يموت ويعدي عليه مش فاكر بقى 12 ساعة ولا 24 ساعة يترمى في البحر. لو السفينة مرستش على ارض في هذه الساعات يترمى في البحر. قال لهم فلا تدفنوني حتى تصلوا الى ارض المعركة حتى اذا لقيت ربي اقول له يا رب جاهدت فيك حية وجاهدت فيك ميتة. كان شيء طبيعي ان عكرمة بن ابي جهل البطل من اول يوم في اسلامه والتزامه انه لما يجي يموت يعمل كتيبة المبايعة على الموت في اليرموك. كان شيء طبيعي ان دي تبقى نهاية. يا جماعة يا شباب اخواني واحبابي في الله عشان ان شاء الله باذن الله بعد اذان العشاء اللي هيكمل معانا دكتور احمد عبد المنعم ربنا يحفظه ويبارك فيه. لان يعني احنا اتكلمنا مع بعض قبل ما اجي عن مسألة في غاية الخطورة يا جماعة. 70 يوم على رمضان. 70 يوم هندخل رمضان بايه؟ لو ما حصلش ثورة في 70 يوم دول في علاقتك بالقرآن وفي علاقتك بالعبادة يا ابني مش هتستفاد من رمضان. يا اخوانا التعب كله مش في رمضان. يا اخوانا رمضان ده انت بتقش فيه. التعب كله في رجب وشعبان. رجب الاربع اللي بعد الجاي. خلاص. واحد رجب الاربع اللي بعد الجاي. رمضان ده فرصة عمرنا. انا حاسس وانا جاي يا جماعة ان انا جاي اقول لكم فرصة عمركم جت. فرصة عمرنا كلنا جت. احنا خارجين من سنة ما يعلم بها الا ربنا. لو تفتكروا السنة اللي فاتت دي ما يعلم بها الا ربنا. ظروف اقتصادية، ظروف اجتماعية، ظروف نفسية، ظروف ايمانية، تعثر ايماني. جت فرصة يا ابني 3 شهور باذن الله ان ربنا احيانا. هجيب لكم ان شاء الله ورق رامي الله يرحمه دكتور رامي اللي مات في شعبان. الورق بتاعه عندي مذكراته اللي كان كلها استعداد لرمضان. قريت فيها مات في شعبان وهو صايم الله يرحمه. قريت فيها جدول ما بعد رمضان من وهو قبل رمضان عامل جدول العبادة بعد رمضان ومفرغ الشرايط. شرايط بتاعتنا، شرايط بتاعت الشيخ احمد جلال، شرايط بتاعت الدعاء اللي بيتكلموا عن رمضان مفرغ الشرايط وبيدرس وبيذاكر زي الثانوية العامة بالظبط عشان يستعد لرمضان. عشان كده يا اخواني في الله ان شاء الله باذن الله هنبدأ من اول المرة الجاية. رمضان غيرني بقى التغيير الحقيقي. ازاي نتغير بالقرآن؟ ازاي نتغير بعلاقتنا بكتاب ربنا؟ الكتاب ده يا اخوانا قدامنا 100 يوم من هذه اللحظة. 100 يوم 70 قبل رمضان و30 يوم في رمضان باذن الله. 100 يوم المعسكر التأهيلي للكليات الحربية 45 يوم. يعني معسكرين تأهيليين زي بتوع الكليات الحربية. يعني ان صدقت الله مع هذا الكتاب هتخرج من رمضان مارد باذن الله. هتخرج من رمضان راجل. ربنا من علينا وقطعنا الفترة اللي فاتت مرحلة كويسة جدا فضل منة الله. دخلنا في الورش، دخلنا في الصحبة. النهاردة كنا قاعدين بعد الفجر كان في شباب بفضل ومنة الله في جلسة اجتماعية جميلة كده. شباب من الدرس يعني ليسوا بفضل ومنة الله قليلين. اللهم لك الحمد. التحفيظ لما بروح الواحد بيبقى هيبكي من جمال يعني فضل ومنة الله الهمم اللي رايحة هناك. قطعنا شوط يا جماعة بفضل الله. عملنا ربنا من علينا بحاجات طيبة كتير بفضل ومنة الله سبحانه وتعالى. الـ3 شهور الجايين دول حياة أو موت. عاهد ربنا من دلوقتي
هتروحوا بإذن الله سبحانه وتعالى النهاردة. يعني كل واحد هيبدأ بقى على ما نبدأ احنا البرنامج، انت بتبدأ بالذاتية بتاعتك بإذن الله سبحانه وتعالى، هتبدأوا بقى ان شاء الله تراجع علاقتك بالقيام، تراجع علاقتك بالقرآن، تشوف هتجاهد مع كتاب ربنا ازاي، تبدأ تشحن نفسك. اخواننا جايبين لنا ورق رمضان، لا احنا مش عايزين ورق رمضان دلوقتي، مين اللي جايب ورق رمضان دلوقتي؟ مشان رمضان ده لسه، احنا الوقت ان شاء الله الورقة اللي هنجيبها المرة الجاية والاخوة هتاخدها بالثمن، لانك لازم تدفع ثمن دعوتك، وهننشر الموضوع ده في الدنيا كلها، الورق بتاع رجب وشعبان بإذن الله. ولكن ان شاء الله الان مع الاذان وبعد كده دكتور احمد عبد المنعم بإذن الله سبحانه وتعالى هيكلمنا بقى عن يعني آية من كتاب ربنا كده، ازاي القرآن ممكن رمضان ممكن يرفعنا، وبعد كده ان شاء الله التوصيات بإذن الله سبحانه وتعالى. السلام عليكم. صوتنا راح يا رجال، دكتور احمد عبد المنعم حسدنا يا جماعة، بيقول صوتي على انا صوتي علي. جزاك الله خيرا. انا استمتعت والله، انتوا استمتعتوا؟ انا استمتعت جدا يعني بصراحة، يعني ان بعد الآية اللي ربنا اتكلم فيها عن القرآن والصيام اللي هي شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن، ربنا قال ايه؟ واذا سألك عبادي عني، ما عادش السؤال عن مراد الله، بقى السؤال عن الله نفسه، حصل ارتقاء. القرآن بيرفعك، الصيام بيرفعك، وزي ما دكتور احمد قال، قال طب القرآن والصيام بين ايدينا دلوقتي قبل رمضان بسبعين يوم، القرآن والصيام بين ايدينا، مين يبدأ صيام من الوقت يا رجالة؟ يرفع ايده. يعني يا رب يا رب، لو كل واحد بيرفع ايده بيتكلم بجد الدنيا هتتغير. مين يثبت اثنين وخميس من الوقتي؟ مين يبدأ قيام ليل من اول الليلة؟ ما شاء الله لا قوة الا 10% رفعين ايدهم. يعني مش عارف بقى اللي رفع ايده بالظبط قد ايه. عموما يا اخواني في الاهل ان شاء الله باذن الله، يعني عشان بس التوصيات في النهاية سريعا كده، اول حاجة يوم الاربعاء القادم بمسجد الصديق بالمشاية، درس الشيخ احمد جلال طبعا يوم الاربعاء باذن الله في مسجد الصديق، هيبقى الدرس في دكتور عبد الرحمن الصاوي، شيخ احمد جلال، شيخ علي قاسم، وانا باذن الله سبحانه وتعالى، احنا الاربعة باذن الله ربنا اذن، هيبقى افتح لي قلبك. او يعني باشمهندس احمد سلطان بيقول يعني، وحط عنوان من عنده بقى، انا بقول كده قبل الامتحانات الشباب يسأل ونحن نجيب. يعني ايه يعني؟ وانا بقول انا العنوان بتاعنا افتح لي قلبك، انتوا احرار بقى، يعني ايه اللي عايز اي عنوان ياخد العنوان اللي عايزه. ده باشمهندس. يبقى ان شاء الله باذن الله في لقاء افتح لي قلبك، الشباب يسأل ونحن نجيب قبل الامتحانات بقى ان شاء الله. يعني وان كان طبعا الامتحانات المفروض ما تعطلناش، يبقى الاربع الجاي في مسجد الصديق دكتور عبد الرحمن والشيخ احمد جلال والشيخ علي قاسم، احنا الاربع ان شاء الله افتح لي قلبك. طيب بالنسبة يا اخواني في الله لتحفيز النساء، يعني دي عايز اقولها بقى والستات مركزين معانا، اخواتنا يركزوا معانا، يعني المكان تحت في الجمعية الشرعية اتجهز خلاص بفضل الله سبحانه وتعالى، طبعا كان في تجهيزات مكلفة وتجهيزات كتير، يعني اتجهز المكان خلاص تحت بفضل الله. الاستقبال للي هيحفظهم في الجمعية الشرعية، قلنا النساء هيحفظوا في الجماعه الشرعيه، وان شاء الله هنتفق لهم كمان يعني، او يحفظوا في مسجد الصديق اللي يناسبها المكان هناك، انما احنا هنبدا للنساء في الجماعه الشرعيه. يوم الحد والاثنين الجايين دول يركزوا النساء عشان يعرفوا بعضهم، واللي ما جاتش الدرس النهارده يعرفوها وكله يقول لبعضه. يوم الحد والاثنين من الساعه 10 الصبح لحد صلاه العصر باذن الله في دار القران تحت، في دار القرآن تحت هنا في الجمعية، هيبقى استقبال النساء من اجل تحديد كل واحدة هتيجي موعدها ايه، سرعة حفظها ايه، سرعة مراجعتها ايه، هتدخل من انهي محطة من المحطات السبعة. يبقى يوم الاحد والاثنين. يوم الثلاث البدء الفعلي لتحفيظ النساء ان شاء الله، يبقى النساء يركزوا معانا. يوم الثلاث ده هو بفتح الله وحده، بفتح الملك القدير وحده، هنبدأ ان شاء الله فعليا المحطات السبعة، الحفظ وتجويد القرآن الكريم عند النساء. يعني انا كنت في مصر اليومين اللي فاتوا، لقيت ناس بدأت بفضلوا مني تلاقي، يعني الموضوع بينتشر اخواننا، فضلوا مني تلاقي نفس الطريقة بنفس طريقتها، يعني ان شاء الله ربنا يكتب لها القبول والنجاح يا رب. يبقى بالنسبة لتحفيز النساء في الجمعية الشرعية، يوم الحد والاثنين من الساعة 10 الصبح لصلاة العصر، استقبال النساء في دار القرآن تحت، والبدء الفعلي يوم الثلاث. بالنسبة لإخواننا وأخواتنا على الإنترنت،
هيقدموا طلبات. طريقة المحطات السبعة برضو هتبدأ على موقع الطريق لله على الغرفة الصوتية. فضلوا من التلاع عشان يبقى النت ماشي خطوة بخطوة معانا زي ما بدأنا الورش هنا وبعد كده بدأناها على النت. اللي عايز اللي معاه إجازة واللي عنده خبرة في التحفيز وعايز يحفظ أو اللي عايز يحفظ أو اللي عايزة تحفظ فضلوا منة الله. طبعا في فريق من المحافظين ولكن كمان اللي عنده خبرة لان النت كبير ومجال واسع يقدم على موقع الطريق لله عشان اللي قاعد في بيته اللي قاعدة في بيتها اللي ما عندوش وقت ان هو يجي اللي في امريكا اللي في اوروبا اللي يبدأ ايه يتواصل معنا. هيبقى التحفيز اسمه تحفيز ديليفري. تحفيز ايه؟ ديليفري عشان اللي قاعد في امريكا اللي قاعدة في اوروبا اللي قاعد في اي حتة. وبمناسبة تحفيز ديليفري يعني عملنا فكرة كده من كذا يوم بدأت سلسلة على الواتس اب وبعتها لبعض الاخوة ففضل الله لقيتها اللهم لك الحمد يعني انتشرت كتير جدا. سميناها سلسلة دين ديليفري. سلسلة ايه؟ دين ديليفري. فاحنا ان شاء الله غالبا الجمعة الجاية هنعمل رقم موحد للدرس ده. هو رقم واحد لكل الاخوة والاخوات اللي فيه لكل الشباب والفتاة اللي فيه لكل الرجال والنساء اللي فيه هيبقى رقم موحد. يعني بإذن الله هبعت لكم من خلاله للي عنده الواتس أب منكم بإذن الله هبعت لكم من خلاله رسائل تذكير حية يعني ايه مخصوصة لإيه لهذا الدرس بإذن الله عشان نفضل متواصلين مع بعض طول الأسبوع بإذن الله. يبقى اسمها دين ديليفري خلاص بإذن الله. يبقى إذن تحفيز ديليفري من خلال شبكة الإنترنت طريقة المحطات السبعة. اللي عايز يحفظ أو يحفظ يقدم على موقع الطريق إلى الله بإذن الله سبحانه وتعالى يتقدم بالطلبات وهنبدأ إن شاء الله في خلال أيام هذه الطريقة إن شاء الله بإذن الله. طيب بالنسبة للي بيتابعونا على الغرفة الصوتية يعني طبعا يعني لازم نتقدم بالشكر يعني بإذن الله سبحانه وتعالى لكل اللي بيتابعونا على الغرفة الصوتية. ربنا يبارك فيهم ويحفظهم ونتمنى إن شاء الله أن يبقى في مجهود خاص للإنترنت أكتر من كده. طيب يا إخواني تحفيز الرجالة بقى تحفيز الرجالة رجالة تحفيز الإيه رجالة. مين اللي لسه ما راحش التحفيز يرفع ايده كده؟ يعني انتوا عايزين تقنعوني ان كل اللي منزلين ايدهم طب نزلوا ايدكم. مين اللي راح التحفيز؟ قال لها امال الموضوع احنا بنضحك على بعض ولا ايه؟ اللي راح التحفيز يرفع ايده. طب وط نزلوا ايدكم. طب اللي ما راحش التحفيز يرفع ايده. ايوه كده صوتكم بدا ايمان بقى الدنيا بدات بقى. اللي ما راحش التحفيز ما راحش ليه؟ ليه يا جماعة؟ حافظ انتوا ختمين ما شاء الله يعني خلاص مش محتاجين يعني الموضوع. احنا بنقول رمضان بعد 70 يوم يا ابني يعني انت ممكن تروح فيهم 10 اسابيع تروح فيهم 20 مرة تحفظ لك فيهم 3-4 اجزاء قرآن يفرقوا معاك في قلبك في رمضان. مين ناوي يروح يسجل في التحفيز في مسجد الصديق الاسبوع ده يرفع ايده. مين ناوي يروح يسجل؟ مش اللي سجل اللي ناوي يروح يسجل ارفع ايدك يا يبقى اخواني باذن الله موضوع التحفيز باذن الله يعني عايزين نحافظ عليه زي عنينا ان شاء الله. يعني من باب التكريم ورشة من الورش النسائية اسمها ورشة ام المؤمنين حفصة بنت عمر الصوامة القوامة عاملين جدول محاسبة اسبوعي في الورشة. يعني فضل منة الله ده جدول المحاسبة الاسبوعي لورشة من الورش النسائية. طبعا انا بقول الكلام ده عشان الشباب في الورش الرجالية يغيروا شوية وعشان رغم ان النساء بدأوا بعدنا الا ان هم سبقنا الوقت بفضل الله سبحانه وتعالى وبدأوا يعملوا جداول تحفيز وهيبدأوا يعملوا حاجات جامدة جدا ان شاء الله. يا جماعة احنا نعمل مسابقة لاقوى ورشة سواء على النت او في الرجال او في النساء او اقوى ورشة على المستويات كلها. فاحنا عايزين اخواننا في الورش الرجالية يسخنوا ويبدأوا يعملوا مع بعض مشاريع ايمانية مش مشاريع اجتماعية او تعرف او حب بس. يبقى في مشاريع ايمانية باذن الله سبحانه وتعالى. يبقى قلنا افتح لي قلبك يوم الاربعاء عند الشيخ احمد جلال في مسجد الصديق الغرفة الصوتية هيبدأ طريقة المحطات السبعة تحفيز ديليفري عليها. اللي عايز يحفظ او يحفظ يسجل. تحفيز الرجال في مسجد الصديق فكرتكم بيه. تحفيز النساء في الجمعية الشرعية هيبدأ استقبال البنات الاخوات ييجوا يوم الحد والاثنين يسجلهم ويعملوا المقابلة الاولانية من الساعة 10 الصبح للعصر ويوم الثلاثة هيبدأ التحفيز الفعلي بإذن الله سبحانه وتعالى ان شاء الله بإذن الله من اول الجمعة الجاية. الجمعة الجاية هيبقى على طول قبل رجب 1 رجب بحوالي 4 ايام. فالجمعة الجاية هيبقى فعليا
مشاريع الاستعداد لرمضان هتبدأ بإذن الله سبحانه وتعالى. هنبدأ نغير مسار الدرس بإذن الله، بحيث ان 100 يوم الجايين يا رب يا رب ربنا القادر سبحانه وتعالى يبقوا كلهم قرآن في قرآن بإذن الله سبحانه وتعالى، بحيث ان احنا نبدأ نتبنى بناء سليم في علاقتنا بالقرآن بإذن الله سبحانه وتعالى بكل قرآن وبكل تركيز. ربنا يحفظكم وربنا يبارك فيكم وربنا يسددكم. نشكر دكتور احمد عبد المنعم على هذه الاضافه، ربنا يبارك فيه، وابقوا معنا في الورش الرجاليه والنسائيه والنتيه بعد الدرس باذن الله سبحانه وتعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.